إذن رجعنا معكم مشاهدينا وبنبتدي معكم أولى فقراتنا ولقاءاتنا. فترة الاختبارات تعتبر من أكثر الفترات فيها عصبية وتكون مليئة بالضغوطات والتوتر في كل بيت على الطالب والأسرة بشكل عام. من الضروري معرفة كيفية الاستعداد بشكل صحيح للاختبارات عشان تغلب على القلق أمام ورقة الاختبار والحصول على الدرجات اللي أكيد الكل يتمناها، وخصوصا هذه المرحلة عبد الرحمن تكون مرحلة حساسة. أكيد طبعا، منو ما يتوتر وقت الاختبار، ولا مجرد نقول اختبارات تحس بالتوتر بالضبط، ولا الرياضيات. يعني أنا أدري أن هذا الاختبار اللي مسبب أزمة لوايد ناس، فلذلك أكيد بالجد والاجتهاد إن شاء الله نقدر نتغلب على مثل هذه الضغوطات. ودعواتنا لأبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات بالتوفيق أكيد والتفوق والنجاح، وكلنا ثقة إن شاء الله بكم على قد هذه المسؤولية وعلى أتم الاستعداد عشان تحققون أعلى الدرجات بإذن الله تعالى. يسرنا اليوم في هذا الموضوع وفي هذا الصدد أن نلتقي اليوم بالأستاذة فاطمة علي حسن، مديرة ثانوية الروضة للبنات. فرحب فيك أستاذة وحياك الله معنا. الله يحييكم ويسلمكم. حياك الله معنا أستاذة. يعني فترة مهمة جدا في حياة الطالب، وخصوصا لما نتكلم عن اختبارات الثانوية العامة. يعني اليوم لابد أنه يعرف شو اللي له واللي عليه وكيفية أداء هذا الاختبار والدراسة وغيره. المفروض تكون بداية السنة وبداية الدخول للمرحلة الثانوية، لكن اليوم يعني من واقع خبرتك والتقائك دائما في الطلبة، شلون الطالب يستعد للاختبار يعني ويكون مرتاح نفسيا؟ الاستعداد للاختبار طبعا تبدأ، خليني أقول، من بداية السنة إذا كان الطالب بالفعل طالب متميز. إحنا نهيئ الظروف ليستعد هذا الطالب للاختبار. دائما أقول حق بناتي إن السنوات هذه اللي راح تمر تعتبر سنوات مصيرية، وبالتالي الاستعداد يعني مرحلة مهمة من مراحلك بحيث أنه يتخلص من التوتر. الاستعداد طبعا يعتمد على المواد الدراسية اللي يدرسها هذا الطالب، المواد إذا كانت مواد علمية، مواد أدبية أو مواد عملية، يركز على المادة العلمية وحسب نوعية المادة يبدي يفند أسلوب المراجعة والتركيز على هذه المادة العلمية، يبدأ يحط خطة زمنية ويضع الخطة الزمنية وفق معايير الدراسة الأساسية، يعني المواد الأصعب أو اللي عليها درجات أكثر عادة تكون في المقدمة لأن صحيح. تركيزنا يكون أعلى. وبعدها طبعا لازم يحل نماذج اختبارات، لازم يسوي مجموعات أقران سواء كان مع المعلم أو بدون المعلم. وإحنا هني نوفر الفرصة في تيمز بحيث أن تصير مراجعات مستمرة. حلو. ويتهيئ الطالب حق فترة الاختبارات. مو أبدي بالسهل أول شيء بعدين أروح حق الصعب بالدراسة، إحنا ولا أبدي بالصعب أول ما نبدي الدراسة يكون ذهننا نوعا ما صافي وتركيزي أعلى، وبالتالي أبدأ بالصعب. ولما أحس أني تعبت أخذ لي فترة راحة، ممكن أبلش يعني أبدي بسهل شيء أسهل بحيث أن أبدي أهيئ نفسي للرجوع إلى الصعب مرة ثانية. شيء ممتاز. وعلى طاري التفنيد، ذكرتي واحد يفند شوي المواد ويقسمها الأصعب إلى نفسه، ها مو الأصعب إلى غيره، ممكن بالتأكيد صعب عندك وسهل عند غيرك. يعني طبعًا. لا أخذ جدول أختي، جدول زميلتي في العمل وأبدي أطبق هذا الجدول بالطبع. لأن أنا يفترض أقيس قدراتي وحبي للمواد العلمية وحسب صعوبة المادة عندي أنا أبدأ أحط الجدول. في كثير من الأمور اللي تشغل يمكن بال الطالب وهو نوعا ما يعني يكون خايف من ورقة الأسئلة وشون راح يكون شكل الاختبار، ونسيت المعلومات وهل فعلا راح تكون نفس المعلومات موجودة أو في معلومة فاتتني. يعني هذه الأمور مرينا فيها وإحنا عارفينها، لكن نبي منك أستاذ اليوم تعطينا خطوات واضحة للتغلب على هذا التوتر خصوصا داخل قاعة الاختبار. التوتر أمر بديهي لأي فرد يدخل فترة اختبارات. أنا عادة التوتر أقول حق بناتي في توتر ما قبل الاختبار، وهذا يكون يعني مو متمكن من المادة، مو دارس من المادة، فهذا سبب التوتر الرئيسي. وبالتالي إحنا نهيئ كمدرسة واجبنا نقيس قدرات المتعلمين ونهيئ الفئات اللي تحتاج دعم، تحتاج مساندة، ونبدأ نساندهم. وبالذات الفئات اللي عندهم توتر طبعا في اختبارات تقيسها الخدمة الاجتماعية والنفسية، فهؤلاء الطلبة عادة نخضعهم إلى دورات تخفف عملية التوتر. هذا ما قبل الاختبار. طبعا فترة الاختبار بديهي أنا بستلم ورقة، أنا خايف، أنا متوتر، ما أعرف محتوى الورقة. دائما نقول لهم وإحنا نهيئ هذه الأجواء في لجان الاختبارات، نحط لهم أدعية
في داخل اللجنة، بحيث أنه تبدي بالبسملة، تبدي بأدعية تساعد على التذكر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة، وغيرها من الأدعية اللي تساعدها أنها تطمنها نفسيا وتريحها قبل لا تبطل الأورقة. تبدي تبطل الأورقة نعطيها التعليمات، وايد مهم، وهذه التعليمات نهيئ المتعلمة، نقول لها يعني أنت خليك أخذي وقتك في الدراسة، أخذي بطئك في الدراسة، تركيزك في الدراسة، كل ما دراستك كانت أفضل كل ما تمكنك من نفسك وثقتك بنفسك كانت أكثر، وبالتالي تدخل الاختبار هي مطمئنة. هذه المراجعة ما قبل الاختبار يعطيها اطمئنان نفسي. تصير بعض الأحيان أن أنا أتوتر، دائما أدخل لجنة للفئة المتوترة أقول لها الهدوء الهدوء، ابدي اهدي، لأن التوتر راح تطير كل الأفكار الأساسية الموجودة في بالها، يعني خوف وقلق بالذات بالضبط. فابدي اقري كل الأسئلة، ركزي على الأسئلة، راح تلاقين نفسك أنك تلاقين أسئلة سهلة تقدرين تتمكنين منها، ابدي بالسهل عشان تخففين التوتر، وبعدها تسترسل في الأسئلة، تنظم وقتها، تنظيم الوقت له دور كبير في تخفيف التوتر. صحيح. والله نقول يا حظ طالبات ثانوية الروضة بوجود اهتمام مباشر من مديرة المدرسة بمثل هذه الخطوات النفسية والجميلة اللي بالفعل يحتاجونها في كل يوم. بالتأكيد، يعني هذا أمانة شغل كل المدراء والمديرات، ان احنا عندنا اجراءات خاصه تمكن الطالب وتعطيه اريحيه للبدء في فتره الاختبارات. ما قبل الاختبارات مثلا بالنسبه لنا كثانويه الروضه عندنا فزعه الروضه، هذه يعني برنامج نحوله على التليجرام، على الانستغرام، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث ان المتعلم يدرس كل المواد، طبعا 10 11 12 علمي وادبي، يبدا يدرس الماده، اعطيه مراجعات اساسيه، اعطيه اسئله اختبارات، يمتحن وتعطيه النتيجه، واعطيه نقاط ضعفه، بالتالي تعطيه تصور انا شنو وضعي بالماده، شنو احتاج، وين اركز بالضبط. بعدين مجلس المدراء سوى بالنسبة للجنة التعليمية سوينا برنامج تمكين، وخصصنا أسبوعين كاملين ما قبل الاختبارات، وحطينا روابط واسعة ومنتشرة على مستوى العاصمة، وللعلم حتى المناطق الثانية ساهموا ودخلوا معنا البرنامج للفئات اللي تحتاج دعم ومساندة. هذيل الطلبة كانوا على مستوى العاصمة ككل، بل على مستوى الكويت، ونفخر بهذا البرنامج، برنامج تمكين، وخصصنا أفضل المعلمين والمعلمات لتهيئة الطالب للاختبارات، غير الاختبارات المريحة ويعني اللجنة المناسبة، الأجواء، السناكات البسيطة، توفير الماي. والله هذا أيامي ما كان موجود ترى كله، يعني حتى الممنوعات في اللجان، مثلا الكعب ممنوع، الكلام ممنوع، هدوء تام، فنوفر الأجواء المناسبة للطالب. جميل جدا، يعني الأجواء المناسبة داخل قاعة الاختبار مهمة أكثر من أي شيء، لأن الطالب مرات يكون مذاكر وطالب حريص على المذاكرة، ولكن هذه الفترة تكون صعبة عليه، وأي شيء ممكن يوتر الطالب، ففعلا تهيئة الطالب داخل القاعة هذه يمكن من أهم الأمور اللي لابد تتم في كل اللجان. لكن أنا اليوم أيضا ودي أخذ منك نصائح لطرق المذاكرة قبل الاختبار، يعني شنو هي أفضل الطرق؟ ذكرتي يمكن نبتدي بالصعب بالنسبة للطالب، يبتدي بالصعب بعدين ثم يتدرج إلى السهل، لكن هل في أمور ثانية ممكن هو يسويها قبل الاختبار وبداية السنة؟ طبعا التخطيط الزمني وايد مهم، أنه يحط مخطط زمني واضح ومقنن. الخطة احنا دائما في دوراتنا نعطي دورات تخطيط، يمكن سمعتكم تتكلمون عن التخطيط في بداية البرنامج. صحيح. هذا شيء مهم جدا، يعني التخطيط لازم الطالب يخطط حق السنة الدراسية. هذه تعطونا حق الطلبة في المدرسة؟ نعطيها حق الطلبة دورات تخطيط، وعندهم آلية تخطيط وشلون تخطط حق فترة الاختبارات، حتى هذه دورات خاصة نعطيها، يعني نمكن الطالب في أنه يخطط جدوله الزمني الخاص. الالتزام بالجدول وايد مهم، فترات الاستراحة، التليفون، اختيار المكان المناسب، التليفون، المشتتات، من النقاط المهمة جدا. أنت بتركز بالدراسة، ابتعد عن التليفون،
ركز في دراستك. المكان يكون أجواء هادية، أجواء مريحة بالبيت، ما في ضجة، غير المكان. يفترض أن يكون فيه تركيز عام في المادة اللي قاعد تدرسها، بطء في الدراسة، تكرار للمعلومة. هذه كلها أساسيات تمكن الطالب من المادة العلمية. التكرار وايد مهم يا يعني يا بنيتي أو يا ولدي، وايد مهم تاخذ فترات استراحة. هذه الاستراحة والاسترخاء مهم، اخذ وقتك عشان تقدر تستعيد طاقتك للدراسة من جديد وبتركيز عالي. فترات الاسترخاء وانت منظم أو ما قبل فترة الراحة والنوم، ابدي راجع أولوياتك، راجع النقاط المهمة، الخرائط الذهنية، البطاقات الملونة، والحين صارت ما شاء الله المراجعات كلها أونلاين، فهمن هذه العملية. في طلبة يراجعون الصبح قبل لا يروح الاختبار، هل تنصحين بهذه الشغلة ولا ممكن تأثر عليه؟ احنا في ثانوية الروضة عندنا ليطمئن قلبي، هذه المعلمات طبعا عندنا مراجعة ليلة الاختبار أونلاين في تيمز لكل متعلمة واجهها صعوبة. تدخل تيمز وتسأل معلمتها وفورا راح تتأكد من الإجابة. ومعلماتنا قاعدين للساعة 12 وحدة بالليل، الله يعطيهم العافية، يتواصلون مع البنات. الصبح تي المتعلمة في سؤال تبي تشوف حله، تبي تشوف مراحل الحل. المعلمات أيضا منتظرينهم، عندهم ساعة كاملة، وهذه الساعة ليطمئن قلبي، إني بالبنت نريحها، محظوظين، نهديها، نجاوبها على أسئلتها بحيث أن تدخل امتحان وهي مطمئنة. زميلتي اسماء، واقول حق المشاهدين ايضا محظوظين للامانه بهذا الاهتمام الدوري. كل ما نسال سؤال محتار منه ما عرفت اجابته بالضبط، صح؟ انا كل ما اسال استاذ عن 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 ثغره ولا نقطه ولا قبل الامتحان بعد الامتحان، يعني ما شاء الله جاوبني بتفصيل وبخبره، يعني وهذا شيء طبيعي بثانويه الروضه اعتقد، لان بناتنا يستاهلون وديرتنا تستاهل. اكيد، بالعكس، هذا الاهتمام الكبير هو اللي يولد النتائج الكبيره، ونتائجنا ولله الحمد وافخر على الهوى ان نتائجنا الامتياز عندي 60% من البنات. امتياز مو نجاح. امتياز 99 عندي، 11% من المدرسة فوق 99%، وعندي 100% فوق 95%، 30% ثلث البنات فوق 95%. الحين كلهم بيحاولون ثانوية الروضة، بصير زحمة عندكم كلهم. أساسا عندنا زحمة وعندنا ويتنج ليست. إي ما شاء الله، عسى يعطيكم الصحة والعافية. وبالعكس هذا الاهتمام احنا اللي محتاجينه اليوم لكل المدارس الكويت إن شاء الله. ويعني مو بس عندنا تعليمات وأشياء إدارية ننفذها على الطلبة، احنا نقول حق الطاقم التعليمي، احنا عندنا أيضا لمسة أسرية، ويعني المدير أكيد ياخذ دور الأب والأم في المدرسة بالتأكيد، في الاهتمام للطالب وما يخليه عليه قاصر. ولنا دور مع أولياء الأمور بالتأكيد. يعني احنا عندنا فخر الروضة فريق له دور في أنه يرفع معنويات الأهالي. يعني صارت حتى فترة بداية فترة الاختبارات أول يوم نوزع ورد على الأم والأب اللي قاعد يوصلون البنت، نقول لها شكرا لاهتمامك ببنتنا. فهذا يعطي دافع لولي الأمر أن احنا معاكم ونحتاج دعمكم. صحيح. ودعمهم مهم وكبير. يعني ولي الأمر لازم يوفر الظروف المناسبة، لازم البيئة تكون هادية، توفير الغذاء الصحي. الغذاء الصحي له دور كبير. يعني قريت معلومة عن أكل الأسماك الدهنية والبيض في فترة الاختبارات تنشط الخلايا العصبية أو الناقلات العصبية، وتزيد قدرة الطالب على التركيز. نعم. وهو يحتاج هذا التركيز. شرب الماء يزيد التركيز والانتباه والذاكرة. فهذه مهمة، أشياء مهمة، ودور أولياء الأمور في أنه يوفرون هذه الأشياء حق بناتنا. بالتأكيد أستاذ، يعني بالنسبة للنوم الصحي، ابتعاد عن السهر، منبهات الكافيين وغيرها، مشروبات الطاقة اللي كلها تأثر على الطالب وحتى أدائه في الاختبار. لكن اليوم نبي نصيحة موجهة منك أستاذة إلى أبنائك وبناتك الطلبة والطالبات، يعني بشكل عام داخل دولة الكويت، شنو تنصحينهم اليوم؟ هم مقبلين على فترة جدا مهمة في حياتهم وهي فترة الاختبارات. نبي نصيحة لأولياء الأمور بعد، هم أولياء الأمور خصوصا، يعني هم يعني الراعي الأول. صحيح. والناس هم المسؤولين عن أبنائهم في البيت. أبدأ ببناتي وعيالي الطلبة. طبعا أنتوا في فترة حرجة جدا، فترة مصيرية. إذا ما كنت خططت لهذه الفترة والتخطيط، يعني أنا بوصل واقعي إلى حلمي ومستقبلي،
هذه الفترة هي الفترة اللي توصلك إلى تحقيق أحلامك. أعط هذه الفترة أهمية. هي فترة قصيرة، أسبوعين ما قبل الاختبارات وأسبوعين فترة الاختبارات. نحتاج منك جد، اجتهاد، إصرار على العمل، ثقة بنفسك. وايد مهم أنك تكون واثق من نفسك وواثق من قدراتك، لأن هذه الثقة في العادة تعطي تمكين وتعطي قدرة على أداء عالي وتميز عالي. يعني استغل وقتك استغلال مثمر وجيد في سبيل تحقيق أعلى الدرجات. لا تتردد أنك تسأل، لأن كلنا سواء إحنا في ثانوية الروضة أو غيرها من الثانويات، إحنا كإدارات مدرسية موجودين لخدمتك. لا تتردد في أنك تسأل، ولو صادفتك أي مشكلة حتى في لجان الاختبار فإحنا نحلها بصورة آنية. يفترض أن نعرف لو صار في أي إشكال. أولياء الأمور طبعا وايد مهم أنك توفر الأجواء المناسبة، الصحية، الهدوء، المكان المناسب. لازم يحسون أن إحنا داعمين، لازم نكون موجودين مع عيالنا، ما نسوي رحلات ترفيهية تأخذ أوقات طويلة. صحيح. نوفر الشغلات اللي يحبها ولدنا أو بنتنا، سواء فواكه أو الأغذية الصحية. ما نعطيهم تكاليف تشتتهم أو تلهيهم. وأهم شيء، أهم شيء، أعطيهم الثقة وأعطيهم الدافعية. هذه الحنة من أولياء الأمور عادة توتر المتعلم. إحنا ما نبي نوصله إلى مرحلة توتر أو تشتيت. بالتالي أعطيه ثقة، ودائما أبين له أن أنا ثقتي فيك كبيرة وإنت قدها وقادر تحقق حلمك وحلمنا. وبالتالي هذه الثقة تعطيه حرص أكثر. صحيح. ودافع أكثر في أنه ينجز ويتميز في اختباراته. ما شاء الله أستاذة، وشكرا لحضورك معنا وعلى هذه المعلومات الثمينة الجميلة، ونتمنى إن شاء الله يا رب التميز والنجاح لكل بناتنا وأبنائنا الطلبة. وشكرا كاهتمامكم كيعني فريق تعليمي وأكاديمي داخل مدرسة، ونتمنى أيضا الاهتمام من كل مدارس الكويت. هذه كانت الأستاذة أكيد فاطمة علي حسن، مدير ثانوية روضة للبنات، ونصائحها للطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضا. بالتأكيد نأخذ معكم مشاهدينا هذا الفاصل ولنعود إن شاء الله.